بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من يستفتونك. النهاردة 15 مايو ذكرى نكبة فلسطين ونكبة الأمة في فلسطين اللي حصلت سنة 48، ويعني بيتم إحياء هذه الذكرى كل عام في هذا اليوم، وهي تأتي هذا العام في ظل الحرب المتوحشة والهمجية اللي بتحصل على أهلنا في غزة وسقوط الشهداء والجرحى، والحرب مستمرة منذ يعني ما يقارب 8 أشهر حتى الآن. ولكن يعني في هذه الذكرى عايزين نتكلم على مسألة ما الذي نتعلمه بعد تقريبا 76 سنة من ذكرى النكبة. يعني في كتاب العالم الإسلامي المعاصر الدكتور جمال حمدان كان بيشبه فلسطين بأنها قلب العالم الإسلامي، بيشبه العالم الإسلامي بأنه طائر له جناحين، جناح في الشرق بيمثل امتداد الإسلام في العراق وما بعد العراق حتى الهند، وجناح آخر غربي يمثل الشق الغربي من العالم الإسلامي من بداية من مصر وحتى المغرب، وقلب العالم الإسلامي هو فلسطين والجزيرة العربية. هذا القلب بقاله 76 سنة بعيد عن حوزة المسلمين، وهو أيضا البوصلة اللي بتدل على مدى قوة أمة المسلمين أو مدى ضعف هذه الأمة على مدار التاريخ. لما كان الأقصى وفلسطين قوية وعزيزة ومع الأمة كانت الأمة قوية وعزيزة، وعندما ضعفت هذه البقعة من الأرض وخطفت منا أصبحت الأمة ضعيفة. خلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام تليمة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. يعني 76 سنة من النكبة، فهل وضع المسلمين الآن أفضل مما كان عليه قبل 76 عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. يعني أولا طبعا هذا الموضوع المهم جدا مطلوب للمسلمين والعرب أن يتدرسوه كلما أتت دائما هذه الذكرى، لأن المسلم يعيش والعاقل بوجه عام، يعني كما قالوا السعيد من اتعظ بغيره والعاقل من اتعظ بغيره، والأيام رب جعلها الله في حياتنا أن نتعظ بها ونتعلم. ولذلك قال الله عز وجل وذكرهم بأيام الله، تذكير بأيام الله وبالسنوات وبالأيام أمر مهم، والعرب دائما عندها أيام العرب، لماذا؟ ليتذكروا ماذا حدث في كذا في كذا في كذا، ليتم الاتعاظ والاعتبار عن طريق هذا الأمر. والقرآن قص علينا القصص لماذا؟ ليكون عبرة لأولي الألباب، ليس مجرد تسرية وتسلية، تسلية على عيننا طبعا مستهدف المستهدف، لكن ليس المستهدف الرئيسي من القصص فقط، إنما التسرية لتخرج به من مقام الضيق والضنك إلى سبيل يعني يفتح لك طريقا أو سبيلا إلى تحرير نفسك وإلى النهوض من عثراتك التي تعثرت فيها. هل حال المسلمين الآن والعرب أفضل من ذي قبل بالنسبة على مجموع الأمة أم على أهل فلسطين؟ قديما أيام النكبة مختلفة، كان أهل فلسطين في أهل حصار وغفلة، والناس قاموا بما عليهم، لكن العرب ساعدوا ولكن كانت المؤامرة أكبر من قدراتهم. الحال الآن لا يختلف كثيرا، لكن حال أهل فلسطين أقوى، وهذا كان هو المطلوب. يعني قديما، وده كان قال الشيخ علي الطنطاوي وقال إني كلمتان صادقتان خرجتا من رجلين صادقين في هذا المسألة، لما قالوا الفلسطينيين إني يروح الجيوش العربية تحارب معاهم، قالها حسن البنا وعبد العزيز آل سعود أسس الدولة السعودية، قالوا لا يا جماعة أهل فلسطين مش محتاجين جيوش روح تحارب معهم، محتاجين إحنا نسلح أهل فلسطين، إذا سلحناهم فهم سيدافعون عن أوطانهم بما يكفي. ده اللي شفناه المقاومة الآن وأهل غزة. لماذا هذا السقوط طوال هذه الشهور اللي فيه جيوش في 6 أيام 6 ساعات؟ يعني كانت عاملة يعني زي المنخ. ليه؟ لأن المقاومة الشعبية دائما بتبقى أمضى وأقوى في مقاومة المحتل. الجيوش أيضا مطلوبة، لكن حينما تكون على قلب رجل واحد وقيادة موحدة ورؤية واضحة وعقيدة قتالية واضحة، وده مش موجود للأسف في هذا الحال. فقالوا هذه النصيحة، لا الأولى أن نحن نقوي الشعب الفلسطيني، قويناه لا يستطاع المواجهة،
لكن للأسف في أيام النكبة العرب قالوا للفلسطينيين وقتعوا إحنا نشيل الليلة وشالوها بوكس. ودلوقتي حينما تغول الكيان وأصبح له هذا النفوذ القوي يقول لك لا كل الفلسطينيين مع نفسهم والله يعينوا على نفسهم. ولم يقف الأمر عند ذلك، بل وصل الأمر للتآمر. بنشوف كلما ضاق الأمر على الكيان اللي يعملوا معبر بري واللي يعملوا جسر بري واللي يساعدوا كل ما يستطيعون واللي يقفل المعبر واللي يعمل رسوم عليه، ونلاقي النصرة تأتي من الغريب. جنوب أفريقيا ترفع قضية، مصر الآن بتلوح أنها تشارك، لكن واضح أن الطرف باب الضغط على الكيان عشان يفتح المعبر، لأن السبوة بتاعت المعبر وقف حنفية اتقفلت. طبعا أنا بتكلم عن مصر النظام، مش مصر الدولة بتاريخها، وما حد مش يخلق مصر التاريخ متمثلة الشعب المحب لهذه القضية ولأهلها. وشفنا من يومين فيديو على التفلق على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء تاكسي أجرة لما لقى رجل معاه من غزة أصر ومجموعة، ويا جماعة يا حاج ده أكل عيش، قال لهم والله ما هيحصل، ورفض أن يتقاضى أجرا منهم. هو ده الشعب، هو ده المعبر عن مصر وأهل مصر، وليس المعبر عنهم فلان أو علان اللي هم بيصمصروا من وراء هذه القضية. ولذلك يعني عز عليهم إغلاق المعبر، يعني فتحوا في هذه المسألة اللي بيعدي 5000 دولار وانت طالع فيها عدد. وده طبعا للأسف أنظمة بنيت على الجباية ولم تبنى على الهداية أو على التراحم والرعاية بين الناس. فالحال الآن طبعا مختلف حال في ضعف، لكن هناك ميزة أن التضامن العالمي مع القضية أوسع، التعاطف العالمي مع الكيان الصهيوني يضعف ويحل قضاء القضية. الآن النصر شفنا ناس بتعتصم والطلبة، وتحول الحراك الطلاب الجامعي في أمريكا إلى الحراك الطلاب الثانوي، طلب الثانوي ترارة وتمتد. هذا يدل على قضية القضية الفلسطينية الآن لا حلها أو أقوى كان من قبل، عشان برضو نكون منصفين. يعني ده الفضل لهذا الفصيل، فصيل من يقاول، كان من قبل الناس بتتفرج على المفاوض الفلسطيني وخلاص، يتوسل في أسلو، يتوسل بحكمة أريحة، يتوسل بمقاطعة يكون موجود فيها، يتوسل لأي شيء ويتعاطف عليه كان الصهيوني. ده كان أقصى ما يستطيع العالم أن يفعل. الآن العالم هو الذي يعني يبحث عن أي مخرج لعودة الأسرى الصهاينة، وكان طبعا يدل على النذالة اللي يدور على الأسرى الصهاينة ويترك الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى في سجون الكيان ولا يتحدث عنه، كل همه أسرى الكيان. ما الذي وصل بهذا الفصيل المقاوم بهذه القوة؟ المقاومة، أنه بيقاوم، أنه صاحب مبدأ. هذا الأمر مهم طبعا حتى لا نظلم. قبل هذه المقاومة التي تنسب إلى الحركة الإسلامية كان في مقاومات أخرى فتح وغيرها قبل ما يتحول إلى يعني تنسيق الأمني في أبو مازن وغيره، إنما كان فيهم ناس يعني من فتح من قبل أصحاب نضال لا يشحد ولا ينسى. تاريخ الفلسطين كان تاريخ مشرف ومهم ومؤثر وملهم الحقيقة عشان نكون منصفين يعني، لكن دلالة على أن هذا الشعب الفلسطيني لا تنتهي منه بذرات وحبات وجينات الرجولة والشهامة. دكتور، هل ده معناه إن احنا نفقد الأمل في الجيوش أو في الدول العربية والإسلامية الموجودة حاليا، وإن يعني المعول هو الشعوب وما ينتج يعني من الشعوب؟ الأصل إن هذه الجيوش لنصرة الأمة، لكن للأسف هذه الجيوش شفناها السلاح بتاعها بيطلع على الشعوب. يعني لما ندور آخر عركة، آخر حرب قضها الجيش المصري 73، طيب بعد ذلك حرب الخليج مشاركا تحت قيادة الأمريكان، ولما انتهت حرب الخليج كل اللي شارك يبقى ليه في الإعمار. مصر خدت 3% من الباطن بس، هذه مقام الجيش المصري اللي هو المفروض أقوى من كده وأفضل. الجيوش طبعا الأصل هي لنصرة الأمة، وده حقيقي ظهر في 73
لما تشوف مقابر الشهداء في مصر هتلاقي ناس من الكويت شهداء، ولا الجيوش الكويت، جيش الكويت ده دوره، الجيش المصري هتلاقيه في تحرير الكويت هتلاقي شهداء، ليه؟ ده دور الجيوش. انما للاسف الجيوش الان يعني ماسكه وامسك بازمتها وامورها، يعني ما بين اصحاب المصالح او الخونه والمحترم صاحب المبدا يقف عند رتبه معينه وعند منصب معين. هل نفقد الامل؟ لا ما نفقدش الامل، لكن ما نلقيش بالامل كله عليه. لا نتحرك ونفيق الى ان تعود قياده هذه الجيوش الى اصحابها الحقيقيين المعبرين عن الامه. طب هنا نقطة أيضا دكتور، يعني ومسألة يعني الوحدة بين المسلمين، يعني من تقريبا 100 سنة كانت يعني انتهت الدولة العثمانية وأصبحت هناك الدولة القومية الحديثة في كل قطر عربي، هل في أمل بعد مرور كل هذه المدة أن يتم يعني أو يبقى في توحيد أو نوع من أنواع الوحدة بين المسلمين سياسيا يعني أقصد؟ والله الأمل في الله معقود، لكن أمل بلا عمل يكون وحي خيال فقط. الأصل أن هذه الأمة موحدة، وبين هذه الأمة من عوامل الوحدة ما ليس بين غيرها. يعني نحن أمة تجمعنا رقعة جغرافية واحدة في العالم الإسلامي والعربي، عندنا أعظم الموارد والمقدرات الطبيعية والبشرية، عامل اللغة، عامل الدين الواحد، عامل العروبة، عامل التصاهر والتقارب بين هذه الدول في مصاهرات ومقاربات وتاريخ ممتد. يعني لا تخلو بلد من وجود أشخاص من بلاد أخرى. يعني هتلاقي في مصر ناس جم من تونس وجم من المغرب وجم من الجزائر من القديم، عاش ومات. تلاقي في بلادنا اسم العائلات دي، المغربي، تونسي، جزائري، الليبي، السعودي، خلاص سعودي، عيلة سعودي، الأناضولي، الإسلامبولي، وهكذا. يعني أصب نظر أن تجد بلدا عربيا إلا تلاقي فيه عيلة. أيوة. ونفس الحال عن الدول العربية، تلاقي عائلات مشتركة بين كل الدول. مش عايز أذكر أسماء عشان ما بقاش بذكر دول عائلات وعائلات، لا، هتلاقي في العراق، في قطر، في السعودية، في الإمارات، في البحرين، في عمان، في عائلات مشتركة. ليه؟ في قبائل انتقلت وعائلات انتقلت، دلالة على إن في تاريخ ممتد. لما بيدور بيعرف أصله منين، وإن كل هذه العائلات يجمع بينها، زي ما تلاقي في مصر عائلات برضو، البحيري، الفيومي، هو مش من الفيوم، هو في محافظة تانية، من أصله كده. فده بيخلي دايما عوامل مشتركة بين الناس. فهذه الأمة بينها عوامل مهمة. للأسف السياسة آخر العوامل اللي ممكن توحد الأمة الإسلامية، للأسف. يعني ليه؟ لأن السياسة مختلفة، ولأن الشعوب دي ما بيجيش حكامها باختيارها. حكامنا لو يجوا باختيارنا الشعوب كلها تختار اللي وحد بيننا، لكن هتلاقي كل بلد الاستعمار قبل ما يمشي عمل إسفين بين البلدين اللي جنب بعض، يظل دايما ده عامل منغص ومانع عن التوحد والاتحاد. تلاقي عندنا بيننا وبين السودان حلايب 30، بين الجزائر والمغرب الصحراء، بين مش عارف مين ومين كذا. حتى من 20 سنة كان في عركة بين قطر والبحرين اللي هم يعني دولتين صغيرتين على قلعة، قلعة اسمها قلعة الزبارة، قلعة حيث تقلقت عليها عرض وتعمل تحكيم دولي والدنيا. ايه ليه الكلام ده؟ لان الاستعمار قبل ما يسيب بلادنا سايكس بيكو قطع الوطن العربي، وما اكتفاش بانه قطعه، لا، وراح حاطط بين كل بلد وبلد مسمار جحا. حاجه كده دايما خميره العكننه زي ما بيقولوا، تفضل كل شويه كل ما تقمر تقطع عرق، وتلاقي في السودان حلايب 30، وفي مصر لا ده مصريه، لا ده سودانيه. طب يا عمي زي ما تكون، زي ما تكون، المهم ما تبقاش عندي عدو. لا،
واذا قال اهلي واحد مصري قال على حلب وشلاتين سودانيه يبقى ده خاين، واذا سوداني قال على حلب وشلاتين مصريه يبقى خاين. بقت معايير للتفرقه وعناصر للتفرقه. فللاسف العوامل السياسيه مش مساعده، لاني نرزق دائما بالسياسيين قلوبهم ليست على مصلحه الامه بل قلوبهم على بقاء عروشهم وكروشهم، العروش والكروش. اي نعم دكتور. ندخل ان شاء الله دكتور في الاسئله باذن الله، سواء المكتوبه يعني او الاتصالات الهاتفيه. وفي السؤال الاول الاخ سائل بيقول ان هو عنده مصنع ملابس، المصنع متوقف عن العمل بسبب يعني ضائقه ماليه بيمر بيها. بيقول ان في مبادره الدوله عاملاها بان البنوك تزود المصانع عن كل اله، المصانع المتوقفه يعني عن كل اله موجوده في المصنع مبلغ 130 الف يسدد خلال 5 سنوات بزياده 3%. بيقول ان ديت يعني نوع من انواع المبادره علشان تشغيل المصانع المتوقفه. الاخ السائل بيسال بيقول هل يجوز لي ان هو ياخد هذه المبادره ام لا، او ياخد هذا المبلغ يعني ام لا؟ اذا كان محتاجا والمصنع متوقف بناء على ذلك وهذا المبلغ يفرق معه في اعاده تشغيل المصنع ويعني دوران عجله الانتاج وليس امامه جهه اخرى غير هذا القرض الذي فيه هذه الفائده المحرمه شرعا، ف يدخل في باب الاضطرار. قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، شرط الضروره تقدر بقدرها. اه يعني ده يا دكتور يعني يمنع الا في حاله الضروره؟ نعم. اي قرض ربوي يمنع الا للضروره. طب هنا دكتور يعني مساله ان هي يعني المسافه الزياده 3% اللي هي اصلا اقل كتير جدا من التضخم او يعني نسبه قليله، هل ده مثلا ممكن يعني يبقى فيه ملوش علاقه؟ حتى لو واحد اسف يعني هضطر اجيب يعني نموذج فج، واحد زنى ودفع 10,000 جنيه، واحد زنى ببلاش، واحد زنى ب 1000 جنيه بس، حسابهم ايه؟ واحد هو بس الفرق انك انت هيبقى والله العشرة دول انك اصرفت قبل تحطهم حلال، لكن هو في النهايه زنا. برضه لو نص في المية هو في النهايه ربا. يعني بس عايز الناس تستوعب يا جماعه القصه مش قصه ان هو كام في المية. قصه ان هو فائده زياده غير مشروعه. نتيجه دي. ما يبقاش والله لانه اقل فيبقى المساله اهون، لا ملهاش علاقه. الاضطرار لما بناخده الا مقروض غرباغ ولا عاد على قد الضروره. اباح لك الشرع ان تاكل الميت. تاكل ايه؟ ما يقيم الاود اللي يبقي حياتك. تاكل ما تشبع وتبقى قاعد مش قادر تاخد نفسك. لا. واحد هيشرق هيموت ما فيش ميه في خمره، على قد اللي يعني يمنع عنك الموت. او صح مش هاربع. ويقول لا والله ده ما كانتش كويسه، هاتوا لنا واحده مصبره. كده ما تمشيش. بس هنا يعني مع احترامي لانها والله نسبه 3% يعني، لكنه في النهايه الحكم واحد. اي نعم. في اخ سائل دكتور بيسال سؤال بيقول في الايام ديت في ناس كتير سافرت مكه علشان يحجوا ولكن بفيزا غير فيزا الحج. هل هذا الامر حلال ام حرام؟ وهل يتساوى الحج بفيزا الحج مع الحج بفيزا اخرى ام لا؟ ما اقدرش اقول حلال وحرام، انما بقول يا جماعه احنا يمنع هذا الكلام لان الجهه المنظمه لهذا الامر هي رتبت وبينت قدرتها على هذه المساله. فانت يا ابن الحلال لما تروح النهارده هروب او مخالف او كذا ايه اللي يحصل؟ عبء بزياده على، وشفنا في السنوات اللي كان الامر ده عبء وحصلت كوارث طبيعيه ربانيه زي ما شفنا السيول غيره، الدنيا بقت صعبه وعدد الناس اللي استشهدوا كبير. طب ليه؟ ايه الداعي؟ البلد دي قدرتها جغرافيتها وقدرتها البشريه على عددها بحد ذاتها. طيب انا والله جات لي الفرصه دي وانا مش هتجيلي تاني، خلاص ربنا ما كتبها لك. الحج لمن استطاع اليه سبيلا. متضايق على نفسك، ربنا موسع عليك، انت مضايق على نفسك. فالاولى والافضل الانسان يلتزم بالقوانين ما دامت القوانين لا تخالف الشرع، الاصل في القوانين ان هي
لرعايه مصلحه الانسان، ما دام لا تتعارض مع مصلحه الانسان ولا مع الشرع فالانسان يلتزم بها. يعني ده دكتور عشان موضوع النظام، يعني حفاظا على حياه الناس وعلى النظام. طبعا هو انا النهارده انا عندي طريق الاشاره احمر واخضر وسط، وانا عندي فيها في القران بتقول لك ما تعديش في الاحمر ولا حديد، ما فيش صح؟ ايوه. طيب يا سيدي في بلد الناس هتتفق على اني هيمشوا في الاحمر ويقفوا في الاخضر ويتفقوا على كده، في حاجه تمنع من ده؟ لا لا، ده بقى سيستم. هو مقصود بايه؟ ان الناس لما تعدي اللي قبل يقف عشان ما يحصلش اصطدام. وده يا جماعه ما اسموش تقييد حريتك. لازم نفهم لما يكون اداره ورعايه من دوله، ايا كان خلافك السياسي مع الدوله دي انا ماليش علاقه، انا بتكلم كشرع دلوقتي. خلافك ده حاجه ورعايه الامر ده حاجه ثانيه. لما يكون والله مكتوب على حاجه خطر والجمجمه والعظمتين دول محطوطين وانك لو قربت مثلا هتتكهرب، هل ده تقييد لحريتك ولا حفاظا على صحتك؟ ده مش تقييد للحريه. بعض الناس يقول لك لا هذا تقييد، مش تقييد للحريه حضرتك، لا تقييد الحريه ان يمنع عنك ما تستحق، انما ان يمنع عنك ما يضرك ده حفاظ عليك. وانت حر لو رحت هتتكهرب وتموت، يعني في النهايه المهم انت حر ما لم تضر. لا، ناس رايحة تعمل حاجة وتضرب الناس. يا جماعة بنقول ده ليه؟ أنا عارف بعد البيز ما اتفتحت الحمد لله يعني بادرة جيدة ونعمة كويس، لكن يظل في النهاية هذا الأمر مرهون بترتيب وجريئات مطلوب منك أن تلتزم بها حتى لا يحدث ضرر. وأنا النهاردة يا سيدي ممنوع عني، لا ممكن أجيب فيزا في السعودية، لكن لو رحت يعني ما فيش أمان علي مثلا، هل انا في هذا الحال اثم ما حددتش؟ لا، اللي هينتج عنه ايه؟ ضرر ليا. ايوه، انا اتقاء للضرر خلاص قعدت في البيت. بس انا دكتور ممكن واحد يقول لك يعني العام السنه اللي فاتت مثلا برضه في ناس كتير طلعت يعني بتاشيره غير التاشيره الرسميه وادوا فريضه الحج ورجعوا مره اخرى، يعني ما كانش في ضرر اللي هو الكبير مثلا. والله واحد قطع الاشاره وهي حمراء وانتبه السواق اللي قدامه وفرمل في اخر لحظه. عندي كل مرة؟ لا، ده مش مبرر، مش مبرر يعني. والله أنا عملت فيها والحمد لله حصل خير، ما ينفعش. لأني ما احنا بنقول يا جماعة المتوقع إيه؟ ما هم يعني هو طول ما هو في النهاية عامل حسابه. طيب طلع مش عامل حسابه، أو أنت وغيرك اجتمعتوا فزاد العدد عن فوق الحساب، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى تضييق على الناس اللي رايحه تحج. ولذلك هو معظم الزحام ده من ايه؟ الناس اللي رايحه تحج مش اول مره. مرات متعدده. مرات متواليه. فالاولى ان الناس تنفق اموالها فيما هو انفع، لكن لاول مره لو حصلت في اللي في اول مره الدنيا تبقى سهله جدا. انه اول مره معناه ايه؟ معناه ان الواحد لسه اللي اكتمل معاه اسباب الحج الماليه والبدنيه وراح يحج. دول عددهم لن يزيد ابدا عن مليون. ابدا. لكن المليون التاني وزياده كلهم ناس حجوا او حجاج الداخل. اي نعم. في اخ سيد دكتور بيقول ان هو هيذهب للحج هذا العام، حج متمتع. سؤاله هل يجوز ان هو يعمل عمره لاخته ومع العلم ان اخته يعني لسه عايشه وهي مسنه ولكنها لا تستطيع ماديا انها تذهب للعمره يعني. ومع العلم ايضا ان هو قام بالعمره لنفسه عده مرات. يعني الاولى به اذا قدر هو حر، لا مانع شرعا من ذلك ما دام متمتع. الامر بالنسبه له ما فيش مشكله، لانه المتمتع بيبقى يعني في حل، بيبقى تحلل من الاحرام ومنتظر لحد لما يجي له موعد لبس الاحرام مره اخرى، فله ذلك على مذهب من يجيز تعدد العمرات ان شاء الله. حوالين مساله القصر دكتور، اختي سائله اخ عفوا بيقول يعني هل يجوز جمع صلاة الظهر مع عصر الجمعة في حال المطر بحيث ان انا اصلي الجمعة ركعتين والعصر اربع ركعات، ام ان هذا لا يجوز؟ جمعة الا يصلي ركعتين. هي يعني جمعة
طبيعي. اها يعني هو سؤالي معلش عشان استوعب معاه، هو هيجمع العصر مع الجمعه؟ ايوه. ما يقوليش ظهري بقى، شو بيصلي الجمعه في الجامع وهو مسافر؟ لا هو عشان المطر دكتور، بقول لاجل في حاله المطر، المطر الشديد يعني. ماشي انا ما عنديش مشكله. في النهايه هيجمع ايه؟ عصر مع الجمعه. عصر مع جمعه. طيب ايه المشكله؟ يعني هو بيقصد ان يجوز ان هو يصلي الجمعه ركعتين والعصر اربع ركعات ويجمعهم مع بعض، ولا لا لو الدنيا مطر؟ هو ملخبط نفسه ليه؟ هو بيصلي الظهر والجمعه. معلش دكتور الصوره وقفت شويه. هو الاخ ده صلى الجمعه ولا الظهر؟ صلى الجمعه. الجمعه. هو اللي ملخبط نفسه. يقول لك اصل ازاي اصلي اثنين وده يا عم انت ده مش اثنين، ده اثنين عشان الجمعه مش عشان الظهر. ايوه. مظبوط؟ مظبوط. طيب تمام، ما هو يعني لو كان ده ظهر كان هيصلي ايه؟ اربعه. كان هيصلي اربعه صح. يعني لو صلى الخميس يوم الخميس وهيمطر وهيجمع ايه؟ اربعه واربعه. اربعه واربعه. ما انت خلاك تصلي ده مفروض، ما تقوليش ظهر، ده مش الظهر. ده اسمه صلاه الجمعه. الظهر ده لما كنا في خطبه ولا يحزنون وتصلي اربعه. انما دام صليت في خطبه وجمعه ده اسمه صلاه الجمعه. ينفع اجمع؟ طبعا تجمع. ايه المشكله؟ ما انت بتجمع المغرب ثلاث ركعات. طيب لحد ما دكتور حضرتك سامعني الان؟ انا سامع. تمام، بس هو الخط برضو كان قطع شويه. طيب جزاك الله خير. يعني اقصد ما هو المغرب ثلاث. المغرب ثلاث ركعات والعشاء اربعه، لو جامع بينهم ازاي يجمع بين ثلاثه واربعه؟ مالهاش، وانت ما بتجمعش مش مثيل بمثيل، مش شرط. هو الشرع قال ظهر وعصر مغرب وعشاء، ملوش علاقه بكام. يعني انت افرق معاك العدد ده لما تكون هتقصر. هتسال الاربعه اثنين، طب والمغرب ثلاثه يبقوا ايه؟ ركعه ونص؟ لا مفيش ركعه ونص. طب هو في حاله المطر دكتور يجوز القصر ولا بس الجمع؟ لا القصد له اللي هو السفر. انما المرض لا له الجمع. الجمع فقط. تمام. تمام دكتور. في اخ سائل الدكتور. المرض ايضا عذر احيانا للقصد، لكن يعني على حسب الحالات نفسها. لكن هو الاصل في القصر اللي هو السفر. اي نعم. اخ سيد دكتور بيقول في الصلاه لما اكون بقرا يعني في القراءه واخر الصوره سجده، يعني اخر ايه يقف عليها في القراءه سجده، سؤاله بقى هل يسجد ولا يركع؟ يسجد ولا يركع؟ يعني هو اخر ايه قراها في القراءه الجهريه هي سجده. يسجد ويطلع تاني وبعدين يركع، ولا يركع وما يسجد؟ لا يسجد اولا ثم يكبر ثم يقف ثم يركع يكبر للركوع، أو إنه يركع أو يسبح ويركع ولا يسجد. السجود للتلاوة ليس شرطا، يعني يباع يعني يسن، إما أن يسجد وإما أن يسبح، له ذلك وله ذلك. سؤال تاني للأخ، لنفس الأخ دكتور، بيقول في حالة عند قراءة القرآن أحيانا أخلط بين أنواع القراءات، فهل يجوز ذلك أم لا؟ يعني ايه بيخلط بين القراءات؟ هو بيقرا بالقراءات، يعني هو الدكتور مثلا بيقرا الورد بتاعه، فيقرا مثلا ربع بروايه حفص، ربع بروايه ورش، ربع بروايه اخرى كده، يعني هل يجوز؟ معناه مش من اهل القراءات، فمعناه مش ما يقراش، يقرا على قراءته المعتاده المحفوظه المعروفه له. أيوة. لو كان من اهل القراءات مش هيتلخبط. انت عمرك شفت الشيخ المعصراوي ولا الشيخ عبد الرشيد الصوفي ولا المشايخ اللي بيقراوا لخبط على رمز الثنائي والشيخ عبد الباسط يطلع من قراءه لقراءه ورايح جاي ليه؟ متقن. ايوه. اذا انت مش متقن يبقى ايه الداعي؟ بتخلط ليه؟ يعني اللي بيقرا القراءات ده مهاره في القران مطلوبه لمين؟ ناس معينه انت ما انتش ماهر به. ما تعرضش نفسك لهذه الاخطاء. ما تعرضش نفسك، لا انت بتقرا على قراءه اقرا عليها. ما تتقن اعمله، لما تتقنهوش خلاص لا تكلف نفسك مرض. اي نعم. السؤال ايضا دكتور بيقول حكم اخذ مستلزمات الفندق، يعني في حاله عند اداء العمره، يعني
ياخد بعض المستلزمات زي أدوات النظافة زي الصابون زي الشامبوهات الصغيرة أو ما إلى ذلك، هل يجوز إن هو ياخدها معاه ولا لا يجوز إن ياخدها؟ مثل هذه الأدوات هي أصلا محطوطة عشان إيه؟ محطوطة لاستعمال النزيل لا عدة، اللي هي الصابون الصغير شوية الشامبو اللي هي العينات دي. أيوة مظبوط، هي أصل ليك لو أنت خلصتها ثاني يوم بيعملوا إيه؟ بيحطوا لك غيرها. أيوة إذا ده شيء حق لك، كل يوم لك جرعة معينة خلاص. أنت والله الجرعة دي خدتها، أنت ماشي خدتها، العرف بيقول إيه في الفنادق دي؟ ده حق للنزيل. مظبوط مظبوط، لو ما كانش حق للنزيل ما كانوش حطوها، إنما اللي مش حق للنزيل إيه؟ خد الفوا، خد ملاية، خد مخدة. هل ده من حق النزيل؟ لا لا، إنما الحاجة اللي بتنتهي ويجي غيرها أيوة لعيلة النزيل، آه ده معناه من حق العرف كده، ده اللي يحكم بيها. أيوة. لو جه عرف آخر تغير هنقول فيه، إنما العرف الآن اللي في هذه المسألة أن هذه أشياء للاستعمال الشخصي للنزيل، إذا انتهت يأخذ غيره، إذا هذا حق مكتسب له، إذا أخذه لا حرج عليه. أي نعم، معنا الأخ محمود من مصر. أستاذ محمود اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت، السؤال الأول، ما معنى الربا؟ كلمة الربا، ما معنى الربا؟ وهل الفلوس اللي بتوضع في البنوك بتعتبر من الربا؟ وإذا كان كده، هل العائد اللي بيدفع من الزكاة من هذا العائد يعتبر غير مقبول عند الله، لأن ربنا لا يقبل إلا الحلال؟ ده السؤال. تقصد العائد، تقصد العائد على الودائع، الزكاة على في العائد، مش كده مظبوط؟ راجل كبير. انا راجل كبير في السن وما عنديش القدره، انا تجاوزت 80 وحاطط كل ما لدي داخل البنك وبيطلع منه عائد، بدفع منه زكاتي. تمام، فهل ده يقبل عند الله؟ انا عايز اعرف ما معنى الربا. طب هل انت حاطط الاموال دي يا استاذ محمود في بنك اسلامي ولا بنك عادي؟ لا، بنك عادي. بنك عادي، بنك من البنوك التجاريه عاديه. اخبر حضرتك. اي نعم. فيا ريت الله يا استاذ طارق سيدنا الشيخ يعرفني الاول ما معنى الربا. تمام. ايه معنى الربا؟ تمام ان شاء الله. هل عندك اسئله اخرى ولا بس؟ وهل الفلوس العائد اللي بيدفع زكاة من العائد اللي بيجي من البنوك ده يقبل عند الله ولا حرام؟ تمام. ولا ايه؟ خلاص وضح السؤال يا اخو. نعم وضح السؤال، ربنا يديك الصحة ان شاء الله. دكتور، مسألة يعني معنى الربا وحالة الاخ محمود، يعني عمره يعني 80 سنة، ربنا يبارك في عمره. يعني دكتور الاخ محمود يعني ده من سن والدنا يعني، لكن ماشي الاخوة. الوالد محمود طبعا، وطبعا ما شاء الله الصوت ما يجيش 80، ربنا يديه الصحه ما شاء الله، لا قوه الا بالله، مش بنحسدك يا حاج، ربنا يبارك يعني لسه شباب يعني دكتور، ربنا يديه الصحه. لا وطبعا الربا لغه الزياده، وشرعا هو نسيت حتى التعريف الاصطلاحي بتاعه، لكن هو الربا بوجه عام اي زياده عن اللي احنا بنتكلم الربا اللي هو في القروض، اي زياده عن راس المال اللي هو خدت 100 برجعهم 100، اي زياده هذه ربا، فمن زاد او استزاد فقد اربى، والاخذ والمعطي سواء، كما قال الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن التجاره مش ربا. التجاره اللي هي ايه؟ بتاجر انا وانت بنسبه حق وحق، ده مش ربا خلاص. طيب لا انا عايز فلوس مش عارف اشغلها، حطيتها في بنك، والله دور على بنك اسلامي تبقى مربحه. لا، ما مش لاقي بنك اسلامي حطيتها في بنك ربوي، يبقى هنا وقعنا في المحظور. طبعا هناك من اجاز الان دار الافتاء المصريه وغيره وقال لا ده عقد استثمار مش عقد قرض. اذا صح ان عقد استثمار يبقى في موضع نقاش. طيب عشان ما نصدعش دماغ عامل حج اعمل ايه؟ لا حطها في اي معامله اسلاميه عشان ترتاح من الحكايه دي. طب لا ما لقيتش حطيتها في معامله اسلاميه، دي حاله ودي حاله، مش بنك تقليدي ربوي. ايوه اسلامي في القبه الشرعيه بتقول ده حلال ده حرام، في رقبتهم يا ابو ربنا حتى لو كان فيها شيء غلط يقوم يتحملوه. بزكى عن العائد وعن راس المال، اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. الحاله الثانيه، لا انا عندي بنك ربوي واضطريت وحطيته ما اعرفش وجالي عائد
عندي 100,000 قال لي عاد 10 مثلا، بزكي عن ايه؟ بزكي عن راس المال. العائد من ده محرم لا زكاه فيه، الزكاه لا تكون فيه. ان الله طيب لا يقبله الا طيبه. طب الزياده الحرام دي ايه؟ اتخلص منها، اتطهر منها. اذا ثبت من المال اللي عندي في زياده حرام، الحرام منه لا يزكي، انما يتطهر منه باعطاء للفقراء للمساكين دون ان يخبرهم ان هذا المال مال حرام. خلاص؟ بزكي عن راس المال فقط للايه، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وضحت؟ وضح الدكتور. طيب بالنسبه لابو ادم، يعني في سؤال خاص بالزكاه، اخ سائل بيقول ان يعني تم انشاء فرن للخبز من اموال الزكاه في احد الاماكن. يعني سؤال الاخ السائل بيقول مدى مشروعيه هذا الامر، وهل هذا الفرن يعني الذي تم بناؤه باموال الزكاه هل هو ملك لاهل البلد اللي انشئ فيها، ولا ملك للدوله، ولا ملك للفقراء؟ ولو كان بيخسر ولا يحقق ربح وبيتم لماذا انشئ هذا الفرن من اموال الزكاه؟ مين اقر لهم ان يعملوه؟ ما هو ده السؤال الاول بقى، اللي هو مشروعيه اصلا اقامه هذا الموضوع. اولا ليس من حق القائمين على الزكاه عمل فرن الا للفقراء، يعني فرن يبقى مخصص العيش بتاعه للفقراء، يبقى ده من مصارف الزكاه. انما انا اعمل فرن من مال الزكاه وبيبيع ويشتري، الاستثمار لا يجوز في الزكاه لانه بتعطل الا في حدود معينه، لانك بتعطل المال عن الاصل ان الزكاه الفقير ياخدها. انما لما تعطل المال بالاستثمار، والانسان لما تدور دوره الاستثمار عطلت مالا عن حقي، عن صاحبه، منعتني عن حقي ليا. فالاول شيء لا يجوز شرعا عمل اشياء عامه من الزكاه الا ان تكون محصوره للفقراء بس. انما العوام الناس، مش كل عوام الناس مستحقين للزكاه. ايوه. معنا الاخ عصام من مصر. استاذ عصام اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك. والله ليا سؤال بس. اتفضل. في هدف ساكن في بيت ورث واخده من ابويا يعني. انا واخواتي. تمام. فهو دلوقتي اخواتي مش عايشين في نفس البيت، انا بس اللي عايش في البيت، وهم طبعا عايزين نصيبهم، وانا مش ممانع في اي حاجه. سؤالي انا لو خدت قرض اكمل بيه على نصيبي عشان اخد بيت، هل ده حلال ولا حرام؟ يعني قرض اكمل بس، يعني مش هجيب قرض اعمل بيه البيت، لا انا هكمل على الفلوس اللي هتطلع من نصيبي علشان اقدر اجيب بيت اعيش فيه انا واولادي. هل يجوز ولا لا يجوز؟ طيب تمام دكتور، السؤال واضح؟ سؤال واضح طبعا. الاصل ان هذا يبقى شرعا. هل ده ضروره؟ ما نعرفش. يعني هل ما ياخد نصيبه من البيت ما يقدر يشتري ارضه واحده واحده يبني ويعمل، او يشتري ويقسط؟ القسط اللي هتدفعه في الربا والقرض هو اللي تدفعه في اقساط مال حلال افضل لك. لا ارى ذلك من الضرورات التي تبيح، الا اذا كان في بلد لا يوجد فيها بنك اسلامي وانت مضطر للشراء، كما افتى بمدارك مجلس الافتاء الاوروبي في اوروبا، لان اوروبا في بنوك اسلامي. لكن لو في البلد في بنك اسلامي او من يقرض بغير الربا، ساعتها لا يحل شرعا. انما اذا كان لضروره، الضروره تقدر بقدرها، لكن لم ينص العلماء ان هذه الامور من ضمن انك تقدر تتاجر. اي نعم. في اخت سائله دكتور، طالبه في الجامعه، بتقول انها كانت عايزه تنزل تشتغل في الاجازه علشان تقدر يعني تجيب متطلباتها الشخصيه يعني وكده، لكن والدها رفض انها تنزل تشتغل. بتقول ان هي طلبت من والدها ان يعطيها مصروف شخصي، ولكن والدها رفض ان هو يعطيها هذا المصروف رغم ان هم مقتدرين ماديا. سؤال الاخت السائله، هل من حقها انها تطلب مصروف من والدها، ولا يعني، وهل لازم تستاذنه في موضوع الشغل ده ولا لا؟ طبعا تستاذنه في موضوع الشغل عشان ما تخسرش علاقتها بوالدها. هي مش مطالبه بالنفقه عليه ولا على احد لانه مش محتاج. طيب والله لها مصروف. السؤال اذا احتاجت كل ما تحتاجه ألا يلبيه الأب؟ يلبيه. طيب محتاجة مصروف ليه؟ والله الأولى ده يكون ترتيب من الأب والبنت في حدود قدراته. هل ده واجب عليه؟ لا، واجب عليه ما تحتاجه البنت. يطلع ده ب10 ب20 ب30، يطلع مصروف، يطلع هو اللي بتحتاجه بيديهولها، قصة تانية.
انما قصه المصروف دي ما فيش فيها الزام بيها بالشكل ده نفسه، عشان ما نخلطش بين النفقه ومصروف. النفقه كل ما تحتاجه هذا حق لها، انما مصروف زياده عن النفقه دي مساله قصه اخرى. اي نعم. اخ سيد دكتور بيسال بيقول ان هو يعني كان بيصلي الجمعه اللي فاتت والإمام بتاع المسجد طول في خطبة الجمعة، فالناس رفعت صوتها واتخانقوا مع بعض، وحصل يعني لغط في المسجد بسبب مسألة تطويل الخطبة أو تقصيرها يعني. فالأخ بيسأل بيقول هل الموضوع ده يعني موضوع إطالة الخطبة ده، هل ده من السنة ولا الأصل إن الواحد يخفف؟ لا، الأصل إن الإنسان الخطيب يكون متبصرا بواقعه. كل واقع بيبان فيه المناسب له. يعني أنا النهاردة في واقع ناس بفقاء وعلى قدهم، اخش اروح خالط له ربعين في صلاه المغرب وانا عاجبني صوتي؟ يعني لا. في ناس لما تصلي صوتك جميل تقول لك يا ريت طول شويه، دي قصه ثانيه. انما وفي ناس خطباء معروفه ان هو الناس جايه له من كل العالم، زي كان الشيخ تشكى الله يرحمه خطبه. وفي ناس لا، خطبته يا جماعه الناس ما تستحملش اكثر من 20 دقيقه 25 دقيقه. كان الشيخ غزال الله يرحمه يقول كده، الخطبة إذا زادت عن نص ساعة يبقى يا الموضوع ضايع من الخطيب يا مستحمر المصلين. يعني مش هفهموه في نص ساعة مثلا. أنا آسف الغزال، طبعا عنده حق. وعين يا جماعة لو الموضوع مطول معاك خده على أجزاء سلسلة. إنما أنا أروح رازع خطبة ناتع ساعة، واللي قاعد عايز يخش على الحمام مش قادر، واللي كذا واللي عنده موعد، واللي بالذات لما يكون المسجد حوالين مصالح عامة للناس، جاي يصلي عندك ناس في ورش صناعية وعمال في مصنع، لا، لابد تراعي. لما تخطب في مصنع غير لما تخطب في جامع، غير جامع يحدد وقتك طبيعة المصلين اللي وراك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن فيكم فتانين، وقال لي سيدنا معاذ اللي قال له والله إني لأحبك يا معاذ دكتور. ذلك لما تكتب إن الطول قال أفتان أنت يا من أما القمة فليخفف. أيوة. في أخ سائل الدكتور بيقول إن أنا تزوجت امرأة أرملة عند مأذون مع عقد عرفي وشاهدين ومهر، ولكن بدون علم الولي ولي الأخت الأرملة. يعني هل الزواج في هذا الوضع حلال أم لا؟ أرملة نفسها؟ يعني هو تزوج من أرملة ولكن دون علم أهلها أو الولي بتاعها. اصل كلمة الارملة بس ان هو كمان من وراء الارملة نفسها، يعني راح من وراها عمل العقد وخلاص يعني. لا هي موجودة طبعا، يعني تزوج منها فانا عارفة. لا شوف، طبعا مذهب ابو حنيفة بيجيز ان المرأة تزوج نفسها اذا تزوجت كفءا. لكن الجمهور على منع ذلك. والحقيقة مع تقدير الامام ابو حنيفة ولهذا الرأي العظيم الجميل، لكن رأيي في هذا الامر وجود الولي مهم للمرأة. يعني الرأي الشرعي احنا عارفينه والقانون المصري عارفينه. ليه؟ لأن دايما يا اخوانا أي زيجة بتتزوج بدون ما لها ولي في ظهرها في أي مشكلة بتستضعف. يعني من كثرة المشكلات اللي بنشوفها والخناقات والطلاقات والحقوق والحاجات دي، دايما الست اللي بتبقى متجوزة من غير عزوة ومن وراء أهلها بتكون مهيضة الجناح مستضعفة. فحكمة الشرع يبقى يعني ولي له قيمة هنا ونقدره، رغم ان مقدر وعلى راسنا وادلته قوية، لان الواقع احيانا بيخلي اقول للناس لا يا جماعة والله وجود الولي مهم، لان لما بتبقى البنت داخلة برضا اهلها وفي ظهرها، مش بقول ده حركة بس طبيعي الحال الزوايا لا تخلو من خلاف، بيبقى احفظ لحقوقها ويعني احفظ لنفسها اهلها، ده للزوج يعني. اي نعم. معنا الاخ كمال من مصر. استاذ كمال اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله دلوقتي اثناء الصلاه دلوقتي انا واقف في الصلاه اثناء الصلاه انا واقف في الصف، بيبقى في واحد جنب مني قدام مني شويه، بعد متاخر عني شويه. هل يجوز ان اثناء الصلاه ان انا ارجعه او احرك اللي جنب مني؟ تمام دكتور، مساله ان الواحد يعني يحرك الشخص اللي جنبه يعني عشان يستوي.
وانت في الامتحان بص في ورقتك، مالكش دعوه بورقه زميلك. احنا مشكلتنا دايما عينينا على ورقه زمايلنا. طلع على السطر لا لا انزل يا عم مالك انت بيه. مع احترامي طبعا لعاطفه الاخ الكريم يعني. يا اخوانا انت بتصلي، مطلوب صلاتك تصح ولا صلاه اللي جنبك تصح؟ صلاتي انا، صلاتي انا. ركز في ورقتك يا اخوانا، ركز في اللي عندك. انما تلاقي ناس مصره تبقى حتى الصرف معدول وكل حاجه، ورجلك بعمل جنب رجله مثلا ايه سنتي، يضطر يلزق الضفر في الضفر. طب بعض الناس عنده حساسيه ما يقدرش يطعم الضفر ضيق على الشيطان. طب يا عمي ما انت بتضايق الشيطان بتضايق خلق ربنا. لا ولا انت فكرت في الصلاه ولا اخطات ولا عملت. أولا ركز في صلاتك. ده طلع قدام يعني تقيم الصلاه وتسويتها قبل الامام ما يكبر. استقيموا انتهوا امن سابوا ودور به. لما بدانا الصلاه ما لهاش علاقه باللي قدامك واللي جنبك واللي وراه. بل نحن باللي راح يمين ولا شمال. كان عثمان بن عفان يقول لا يلتفت اذا صلى. لذلك كان في نعيمان المعروف بالنكته. صحابي المشهور دايما يعمل مقالب. ففي مره يعني مسك واحد كفيف يعني فقال له عايز يعني ضحكته فراح جايبه قلب الجامع. فالناس قاموا وقاموا عليه. مين عمل اللي قاله نعيمان؟ فحلف بالله ما كان ما يشوفه لا ينقضه بالمسواه اللي في ايده على دماغه. هو عارف انه يعمل الحكايه دي. انا بستشهد بالحكايه لان الواحد يركز في ورقه. فهو مسكه قال له انت عايز نعيمان؟ هو نعيمان نفسه. قال له تعالى. قال له قدام وكان عثمان اذا صلى لا يلتفت، يعني لو واحد برفع ولا هيبص اصلا. فراح نافض سيدنا عثمان على دماغه بالعصايا. الناس مسكوه ايه امير المؤمنين ده كذا؟ قال خلاص. فالشاهد ان كان عثمان اذا صلى رضي الله عنه لا يلتفت. احنا يا اخواننا نلتفت حوالينا ونبص ونلف الساعة ونزرر الضمير ونفك الزرار ونعمل على ايه يا عمي؟ مع احترام الاخ الكريم العاطفة هنا ان احنا نصحح صلاة بعض. لا يا عمي، ركز في نفسك وركز في نفسه. لان طلع سنة رجع صلاته ايه اللي فيها؟ سليمة. أيوه. خالف السنة. طب انت عشان تتحرك وتتركز هتفقد الخشوع الأهم. فهنا الاولى اني أن نركز في صلاتنا وأن نهتم بأخطائنا لا أخطاء الآخرين. أن نركز في المطلوب منا وليس المطلوب من الآخرين. إذا كنت بعد الصلاة حالف تنام افتح قول والله كذا بعد الصلاة وجزاك الله خير. أي نعم، جزاك الله خيرا شيخ عصام. في نهاية حلقة اليوم نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عصام طليمة من علماء الأزهر الشريف، والشكر طبعا موصول لحضراتكم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.